بداجي وفلوج جبل قناه ارينوت. صح انا عرين، انا نوت. واليوم الفيديو راح يكون ناخذكم جوله بيوم بحياتنا. مظبوط. راح ناخذكم جوله يوم في حياتنا. يس. اوكي، احنا ليش غبنا كثير عن اليوتيوب؟ زي ما بتعرفوا عنود عملت عمليه. يس، انا عملت عمليه. هي طلعت فجأة انه هاي العملية بتطلع فجأة في الجسم الزايدة. امتى الزايدة؟ الحمد لله قعدت حوالي 20 يوم، 4 ايام بالمستشفى. ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة ايام يوم ربع خرجتي. يس اوكي. وبعدين قعدت بالدار اسبوع شوي عشان اخذ راحتي. يس. وبعدين هلا اجيت اصورتكم فيديو. اول ما حسيت حالي اني منيحة. مظبوط. عنود لها زمان قاعده بالبيت زي ما حكيت لكم، عملت عمليه الزايده. وكمان اليوم حابين نطلع عنود ونعملها جوله باسطنبول لانها كثير تعبت نفسيتها وكانت مريضه، فحابه انا اخذ عنود اشممها الهواء. حياتي، حبينا نقول لكم انه شو صار معنا وليش كنا غايبين عن اليوتيوب. كل ما نغيب عن اليوتيوب اعرفوا انه في شيء مو منيح. يس. لا شوفوا، ضبل جنة امتحانات وعمليه الزايده. عمليه الزايده يعني. yes. انا صراحه فقعت من الامتحانات، انه كورونا بعدين امتحاناتي. انا خلص هيك، انا تشلت صراحه، عملت عمليه والحمد لله. مظبوط. زي ما شفتوا اخر فتره عنود جت هي كورونا انا وياها، بعدين اجت شويه امتحانات، وبعدين اجت عنود عمليه الزايده. yes. يا حرام. والله قدمت بس امتحانين، كنت اقدم الثالث فقعت، ودوني على المستشفى. عمليه الزايده الحمد لله على كل شيء. عن جد عندها لا صارت كثير منيح. وكمان كل شيء بنعيشه انا وعنود بننزله على الانستغرام اول باول. yes. اذا انتم هلا عرفتوا بهذا الشيء فمعناته انتم ما بتتابعونا على الانستغرام. يس. فروح تابعونا على الانستغرام، رح نكون هون لحتى يوصلكم اخبارنا اول باول. اوكي، هلا رح نغير ملابسنا انا وعنود ورح نطلع برا البيت. رح اعمل لكم جوله باسطنبول، رح اخذ عنود على اكثر من مكان لحتى تغير جو. فانا كثير مبسوطه ومتحمسه. يس. انا كثير مبسوطه، اجي زمان مش طالع. بالنسبه لي انا يعني ما فرق بين كورونا والعمليه غير يعني اقل من اسبوع، وانا ما قدرت اخذ نفس، مشان هيك بدي اطلع وانبسط. بس يا رب ما اتعب. لا ما تخاف، انا ما رح تعبك، رح ابسطك. وكمان مش بس انا وعنود طالعين، رح تطلع معي صاحبتي حليمه اللي هي بتكون صاحبتي بالجامعه. اوكي، البيست فريند تبعي. اوكي، بس هيك حكينا كثير. وقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير، سبسكرايب، تضغطوا على الزر اللي تحت، حصلوا لكم كل شيء. واذا تحبوا تتابعونا على الانستغرام والتيك توك. وبس هيك خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. ليتس جو. هلا وصلنا انا وعنود عند بي لار بي سرايم. هذا هو، هلا رح اوريكم اياه ورح صور لكم. اوكي، المكان كثير حلو، هلا رح اورجيكم اياه. وكمان كثير برد، كثير مو كثير يعني انه برد. اوكي، هلا رح اوريكم المنظر. وبس في كمان بحر كثير كيوت. بحر كثير كيوت. اوكي، تعالوا اوريكم البحر اللي كثير كيوت. منظر، ليتس جو. ليتس جو. اوكي، هذا هو، مع الاسف مسكر اليوم على حظنا، بس مرتي جاي يعني رح يفتح، رح يكون بوقت ثاني، رح نيجي رح يكون فاتح. هذا هو بيلار بي سرايم. اوكي، وهون هذا هو البحر، وهذا ام بيش تموز. جايز شوفوا هون جينا، في اشياء كثير حلوه. يجوز راح اخذ شيء لحتى يضل عندي تذكار. طلع ما احتاجهم. تمام، هلا احنا وصلنا على المنطقه، اسم المنطقه اسكودال. مظبوط، هنروح نفطر. صح. اوكي، هلا راح نروح نفطر زي ما قالت عنود. yes. وراح نوريكم شو راح ناكل. يس. بس هيك، ليتس جو. ليتس جو. Thank you.
بمزقوها العصفور هيك في خبز مع عنود فبمزقوها العصفور. شوفوا ماسكاهم كثير كيوت. خلصنا اكل ركبنا انا وعنود بباخره اوكي واجينا على بشكتاش. صح زي ما شفتوا هلا احنا طعمينا العصافير كان منظر كثير كيوت. هلا اجينا على بشكتاش اذا رح نصور شيء او رح نعمل شيء رح نصور لكم. يس بس هيك ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي هلا ركبنا الاوتوبيس لحتى نروح على اورتاكو. وصلنا على يلدز بارك هذا هو حديقة النجوم. طلع ما احنا فيها شجر كتير حلوة هلا رح اوريكم اياها. هي اكبر برضه في حصان هون. في حصان هون حليمة. حب اعرفكم هاي حليمة صديقتي انا وعنود صديقتي في الجامعة. هاي عنود انا صديقتي ما في. صديقتي ما في. اوكي هي تركيه ما بتفهم عربي بس انه اوكي. هاي الحديقه شوفوا ما احلاها بتجنن يا فندم. انت روحي العبي هناك عنود. جاز عنود كل ما تشوف هيك العاب بتصير تقولي عرين روحي العبي. بكلا بكلا فوتوغراف تشكيرم فوتوغراف دي الفيديو تشكيرم. ما شاء الله. عنود ما بيوصل. حليمة سان يونيفرسيتي اوكو يوشن دورمو سان اوكولا دورمو ام بشاشن داسن. عنود عمرها 15 سنة وصاحبته عمرها 21 سنة. شوفوا شوفوا ما شاء الله. اوكي 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 يا ماشي. اوكي بما انه عنود وحليمة عم بيلعبوا بالسيسو انا رح اركب هاي الزغزالة هلا صفرة. ايه تسيرو باك حليمة نسول يور كركمام ما تخاف يلا كركم يورو مراكت مسان. انا اركبي بهاي الزرقاء. لا اركب الحمراء. يلا اركبي الحمراء احلى صح؟ من هناك من هناك الدرج. حليمة جالسان ايفت بستناكي هون عند الحمراء. يلا انزلي يا باش كورك ما تمام ما تخافي كثير واطية هي. انزلي 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 اوه خفتي؟ بايا بايا شو صاير؟ تمام يلا هلا نجول بالجنينة لحتى اوريكم اكثر عن الجنينة طلع منظرها بجنن.
شوفوا كمان في شلال هون بقلب الحديقه، شوفوا ما احلى. بس عم ترج الكاميرا شوي لانه في ناس عم بتنطنط على الجسر. اوكي شوفوا ما احلى، كثير حلو، صوته بجنن. ايفيت جايز شوفوا جمال الشلال، عن جد كثير حلو، كثير حبيت. طلعوا هذا الجسر اللي بنمشي عليه تمام لحتى نشوف الشلال. هيو اوكي هذا هو. تمام كل هلا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم. ايبت انا كثير انبسطت بهذا الفيديو، واحلى شيء واكثر شيء عجبني هاي الجنينه. يس وانا كمان البس بارك كثير حلوه والشلال بجنن. يس اوكي بس هيك اكتبوا لنا تحت بالكومنتات شو اكثر شيء حبيتوه. يس انت اكثر شيء حبيتوه؟ قلت لك هاي الجنينه. انا كمان والمطعم كان حلو. ايبت كان كمان الفطور كثير طيب. بس هيك اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير، سبسكرايب وغطى الرسم اللي تحت، حصلوا لكم كل جديد. واذا بتحبوا تابعونا على الانستغرام والتيك توك. وبس هيك بحبكم كثير، سنوديات جديده، بلوجات جديده، عقبات جديده. باي باي.